யாரப்பனா 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 யாரப்பி சல்லி அலன்னபி முஹம்மதி யாரப்பனா 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 யாரப்பி சல்லி அலன்னபி முஹம்மதி. சூரூரி பதா பிஷரில் மௌலிதி சரும் பதா பி ஜமால் முஹம்மதி. லைலத்தின் அவாலல் வரா நூருல் முஅய்யது பில் ஃபஹாரில் அவ்ஹதி வலாத்து ஆமினத்தும் வலம் யஷ்ஊரு பிஹா أحد ليقطع العيون الحسدي وضعته آمنة ولم يشعر بها أحد ليقطع العيون الحسدي واتت ملائكة السماء تزوره وتنال من رؤياه أشرف مقصدي جاءوا بإبريق وتشر سعاد جنباته من لؤلؤ وزبرجدي غزلوا جيلاه وختموه بخاتمي تمت برؤيته النبوة أحمدي من ماء زمزم كان غزل صدوره فلزمزم شرف الجزيم بمسندي ناداهم الرحمن أن توفوا به بالعرش ما عدا للنعيم الأرغدي ناداهم الرحمن أن توفوا به بالعرش ما عدا للنعيم الأرغدي ثم عرضوه على الخلائق كلها من كل روحان وكل مجسد فهو الذي من كان في الدنيا له سوى أيها النبي السلامة في غدي. صلى الإله ومن يحق بعرشه والطيبون على النبي محمد الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني قد صعد في المهدي على الغلمان أعيده بالله ذي السلطان قد صعد في المهدي على الغلمان أعيده بالله ذي السلطان حتى أراه بالغ البيان أعيده من شر ذي شنان من حاسد مضترب العنان أنت الذي سميت في القرآن أحمد مكتوبا على الجنان
صلى عليك الله في الأعيان أحمده في السر والإعلان حقا على الإسلام والإيمان السلام مع السلام سلمدي للمصطفى الهادي الشفيع محمدي وهدي الصلاة مع السلام سلمدي للمصطفى الهادي الشفيع محمدي قلب شهر المولد كل الأنام بذكر مولد أحمد جاءت لمولد الشريف بشائر وخوارق العادات ليلة مولدي صرف الزمان وأهله بوجودي صرف الزمان وأهله بوجودي صرف يروح على الزمان ويغتدي وفى وليل الجهل قد عجب الهدى فبدا الصباح بنوره المتوقد فهدى ضلال الحائرين بنوره حتى استبان عناد من لم يهتدي أبدال ناس بل الرشاد ولم يدع منها سبيلا فهو أكرم مرشد فمد فينا بحر علم زاخر عذب اللذيذ الورد شهل المورد آياته والمعجزات كبيرة آياته والمعجزات كبيرة شهدت بصحتها عقول الحسد البدر شق بأمره والشمس إذ غربت له ردت بغير تردد والوحش والأشجار قد سجدت له وعليه قد سلمنا بعد تشهد ومن اليسير سقاوات عم جيسه حتى كتفا ويسيره لم ينفدي بسرى وقد أسرى به سبحانه
يقمان ممتدئا على الفرق دي وعلى على الأفلاك والأملاك في وعلى على الأفلاك والأملاك في مسراه يشهد غم ما لم تشهدي وله مدى أنفاسه مع ربه ما شعت من قرب وللة مشهدي وله الوسيلة والفضيلة والعلا ومقامه المحمود يوم الموعد تعدادها فالمدح يقصر عن بلوغ المقصد يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو حماك فلا تخيب مقصدي ما لي سوى حبي لديك وسيلة علي سوى حبي لديك وسيلة فمن علي بفضل جودك أسعدي إني نزيلك والنزيل لديك يا خير الأنام بكل خير يغتدي فعليك منا كل وقت دائما أزكى الصلاة مع السلام سلمدي على صحابتك الكرام جميعهم والتابعين لهم بخير فاجهدي قد عل بما قد علمت من الأذى والظلم والضعف الشديد فأسعدي اشفع لربك أن يعافيني وأنت اشفع لربك أن يعافيني وأنت لا يشمت الأعداء بي يا سيدي يا ربي يا الله هذا المصطفى شفيع في وعافي سمعي وردودي هذا سماع حديد مولده انتهى والحمد لله المعين المسعيد نرجو بها في هذه دنيا المصالح والشفاعة في غدي يا ربنا أصلح سرائرنا وزي قتنا بأسرار النبي محمد يا ربي وارحمنا ووفقنا وجود
وارحمنا ووفقنا وجد والتف وألهمنا الرشاد وسديدي واسفع ومن بجمع شمل واغفيرا لمحمد ابن محمد ابن محمد لمحمد ابن محمد ابن محمد لمحمد ابن محمد ابن محمد. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك ممدوحا بفرقان حب النبي على الانسان مفترى وحب اصحابه نور ببرهان من كان يعلم أن الله خالقه من كان يعلم أن الله خالقه لا يرمين أبا بكر ببهتان ولا أبا حفص الفاروق صاحبه ولا الخليفة عثمان بن عفان ولا علي أبا سبطين نعم فتى أوصى به الله في سر وإعلان أوصى به الله في سر وإعلان ولا سعيدا وسعدا طلحة وزبير بن عمير وابن عوف عبد الرحمن ركن الشريعة بحر العلم منتخب والبيت لا يستوي إلا بأركان مناقبهم في الناس كلهم شاعت مناقبهم في الناس كلهم ما بين علم وأحكام وتبيان لا يستطيع العدا منهم محاربة ولو أتوهم بأبطال وشجعان فهم صحابة خير الخلق خسهم رب العباد بجنات ورضواني
رب العباد بجنات النار الغواني ومن أحبهم قد نال منزلة عند الإله وجازاه بإحسان عليه من سلام الله أطيبه بعد الصلاة على مبعوث الرحمن محمد وذراته وعصبته ما نعت الورق في أوراق أغصاني. يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا قلبي لا حبي فأنت نور الهدى في كل كائنة وأنت سر الندى يا خير معتمدي وأنت حقا غياء للخلق أجمعهم وأنت هادي المرى لله ذي السدد يا من يقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرد له يولد ولم يلد يا من تفجرت الأنهار نابعة من إصبعه بره والجيز بالمدد إني دامسني ضيم يروعني أقول يا سيد ساداتي يا سندي كل شفيعا إلى الرحمن من زلني ومن علي بما لا كان في خلدي والله بعين رضا لي دائما أبدا فاذكر بقولك تقصيري ما جل مضي واعتب علي بعفو منك يشملني فإنني أنت يا مولاي لم أحدي إني توسلت بالمختار أشرف من راق السماوات في الواحد الأحد رب الجمال تعالى الله خالقه فمثله بجميع الخلق لم أجد خلائك يا عز المرسلين ذرا ظهر الأنام وهاديهم إلى الرشد به التجات لعل والله يغفر لي هذا الذي هو في ظني ومعتقدي فمدعوه لم يزل دربي مدى عمري وأحبه عند رب العرش مستندي عليه أزكى سلام لم يزل بدا مع السلام بلا حسر بلا عدد
بلالي والصعبية للمجد قاطبة بحر السماء وللجود والمدد بين السلات على خير الهدى تجرى ما لعلى البرق من آفاق نجماء ثم السلات على خير البرية من أتى إليه بوحي لله جبريل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك حي في الخلق كلهم ما بقينا يا رسول الله إلهي تم من نعمة علينا ياه يا الله ووفقنا لشكرك ما بقينا يا رسول الله تم من نعمة علينا ياه يا الله ووفقنا لشكرك ما بقينا يا رسول الله أذقنا برد عفوك والعوافي ياه يا الله وهون كل مطلوب علينا يا رسول الله فإنا لا نعول في مهم ياه يا الله علم بنا ولا ما قد لقينا يا رسول الله وكنت لها قمينا يا رسول الله وصل على رسولك كل حين ياه يا الله محمد إن بالذات الأمينا يا رسول الله وآل ثم أصحاب الكرام ياه يا الله وتبع إما كل صالحين يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله السلام عليكم.